ليست العبرة فقط بالصلاة، فربما صلى العبد لكن الصلاة بلا روح. روح الصلاة الخشوع فيها، الطمأنينة بها. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي، فلما انتهى من صلاته قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مع أنه سجد وركع وقام وأتى بالحركات، لكن النبي يقول له: فإنك لم تصلي. لما؟ ما كان يطمئن بأركان الصلاة، كان إذا سجد مطمئن، وإذا ركع مطمئن، وإذا رفع وقام مطمئن. من الذي يفلح؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين يخشعون في الصلاة هم المفلحون. من أراد الفلاح فليخشع في صلاته. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس خشوعا، وكان إذا بكى في الصلاة يبكي، نعم يبكي، وكان إذا بكى في الصلاة يخرج منه صوت كأزيز المرجل مثل القدر فيه ماء يغلي. صوت غليان الماء هذا صوت بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يبكون. أما أبو بكر فكان رجلا رقيقا، إذا قرأ الفاتحة في بداية الصلاة بكى، وكذا عمر. عمر بن الخطاب كان في وجهه خطان أسودان من البكاء. قرأ سورة يوسف حتى إذا وصل إلى قول الله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان إماما بكى، فسمع نشيجه من وراء الصفوف. عثمان بكاء، قارئ للقرآن يبكي، وعلي رضي الله عنه الرجل النقي، الإمام التقي، الذي ما صلى صلاة إلا وخشع فيها. هكذا كان الصالحون يخشعون. سفيان الثوري كان من خشوعه في الصلاة، لو رأيته وهو يصلي وهو خاشع لقلت سيموت الآن من شدة خشوعه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يقول الحسن البصري: يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه خاشعا. كأنه يتحدث عن زماننا، كأنه والله يتحدث عنا اليوم، إلا من رحم ربي. زين العابدين هو علي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، كان إذا توضأ، شوف قبل الصلاة، إذا توضأ تغير وجهه واصفر لونه. قالوا: ما لك يرحمك الله، لما يصفر لونك؟ قال: تدرون بين يدي من سأقف؟ يخاف، يرتعد، يضطرب. هذا قبل الصلاة، ما بالكم في الصلاة؟ تريد الخشوع؟ اعتقد في نفسك واجزم أن هذه الصلاة قد تكون آخر صلاة في حياتك. صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ضع الجنة والنار عن يمينك وعن شمالك، ضع الصراط تحتك، انظر إلى الموت أمامك، تخيل قبرك يا عبد الله، ثم كبر للصلاة وتفكر فيها، اطمئن، اخشع، تدبر ما تقرأ يا عبد الله. صلى عمر بن عبد العزيز ليلة فأخذ يبكي وهو يصلي من آية قرأها ما استطاع أن يكملها. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فأخذ يبكي وبكى من وراءه في المسجد حتى ارتج المسجد بالبكاء. كانوا خاشعين. كان بعضهم إذا صلى كالزبير رضي الله عنه، إذا صلى كأنه خشبة، كأنه عمود من طول قيامه ومن ثباته.
ما يلتفت الواحد منهم يمنة ولا يسرى، ينظر إلى موضع سجوده، يزيلون كل ما يشغلهم في مصلاهم. الواحد منهم يستشعر أن الله عز وجل يستقبله بالصلاة. موقفهم عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله: للعبد موقفان، إن صلح الأول صلح الآخر، وإن فسد الأول فسد الآخر. قال: وما هما؟ قال: الموقف الأول صلاته في الدنيا، والموقف الآخر حسابه عند الله يوم القيامة. فإن صلح الموقف الأول صلاته صلحت، صلح الموقف الآخر. بعض الناس ربما يلهيه الشيطان في الصلاة فليستعد، كلما صرفه الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يكمل صلاته يتدبر فيها. إذا ركع عظم الله عز وجل: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يعظم ربه جل وعلا. وإذا سجد سبح الله ودعا الله عز وجل وسأل الله خير الدنيا والآخرة. إذا قام ذكر الله، إذا ركع وسجد وجلس قلبه مشغول بالصلاة. كن خاشعا يا عبد الله، هذه الصلاة الحقيقية. الصلاة الحقيقية أن يخرج الإنسان منها قد تأثر قلبه. يقول أحدهم عن سعيد ابن عبد العزيز أحد الصالحين، يقول: كنت أسمع وقع دموعه في الصلاة على الحصير. كان إذا صلى دمعت عيناه، لا يسمع بكاءه لكن يسمع وقع دموعه على الحصير وهو يصلي. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي